مساء الخير يا شباب، ده كده الجزء الثالث من اول سيشن في التوتوريال بتاع الانترودكشن تو رينو 3D. في الجزء ده احنا هنشوف، بعد ما احنا شفنا المره اللي فاتت، ازاي نقدر نرسم كيرفز باشكال مختلفه، سواء باستخدام البولي لاين تول او بانتربوليت، من هنا انتربوليت كيرفز، او بكنترول بوينت كيرفز. ازاي بقى ان انا من الكيرفز دي اقدر اعمل السيرفيسز اللي انا عايزاها علشان اعمل الفورم بتاعتي، او الحيطان او السقف او اي حاجة من الحاجات دي. اول تول معانا هي سويب تول. السويب يوجوالي بنستخدمه لو احنا عندنا زي اوتلاين مثلا، مش محددين قوي شكله، اوتلاين بتاع الارض هعمل لها رصيف مثلا، اوتلاين بتاع بول فعايز اعمل الكيرب بتاعه او الحرف بتاعه، فببدأ ان ارسم الاوتلاين بتاع الحاجة واشوف مثلا ايه في التوب فيو مثلا، ده الاوتلاين بتاع whatever بقى، بلوت بلان بلوت او اي حاجة. وبعدين انا عايز ان انا ايه الاوتلاين ده كله يبقى فيه شكل حوالي ايه ماشي في كل الايه الاوتلاين ده، فهبدأ ان انا ارسم الشكل بتاعي مثلا. let's say ان هو حاجة عاملة كده مثلا، اوكي بيجي على البرسبكتيف، واحاول ان انا ايه ابقى عندي ستارتنج بوينت واظبطه كده ان هو يبقى موازي لل اللاين. تمام، هكتب سويب، فهلاحظ ان عندي سويب 1 وسويب 2. هنعرف دلوقتي ايه الفرق ما بينهم. هاخد سويب، بأول حاجة يقولي select rail. rail هو الايه الاوتلاين اللي انا همشي عليه بالشكل، اوكي. بعد كده بيقولي sweep shape. sweep shape اللي هو ايه الشكل اللي هو اللي انا عايزة البروفايل اللي انا عايزة امرره على الاوتلاين بتاعي، فعمل select برضو ودوس enter. بيفرق معايا، يعني هنبص نشوف دلوقتي يفرق معايا في ايه لما يبقى عندي، ممكن يبقى انا السويب شيب يبقى فيه كذا شكل، او الشكل مثلا بيحصل له روتيشن، فدي بتساعدني ان انا ابقى ايه زي جايد للسويب تول، علشان اللي هو الشكل عمل روتيشن من هنا لهنا لهنا. هنشوف في خلال ثانية دلوقتي بنستخدمه ازاي، بس الاول احنا شغالين بايه بسكشن واحد، اوكي. طبعا ده كده عملت ايه شيدد، فبيبقى باين جدا ان هو ايه عمل لي السكشن بتاعي على كل الاوتلاين. لو دوستي ريبيلد هتلاقي ان هو بدأ يخليه ايه يخليه سموس اكتر، بس احنا مش محتاجين نغير في الكروس سكشن بتاعنا دلوقتي. طيب ده كده لو انا اصلا السكشن ده ثابت في كل الايه الاوتلاين اللي ماشي عليه. لو انا عايز اعمل حاجة بقى مختلفة، عايز ان انا اخلي ان الشكل ده مثلا بيلف، ممكن أبدأ أرسم حاجة زي عاملة زي كده مثلا. نبسطه شوية، حاجة عاملة زي كده، وأنا عايز البروفايل ده يكبر ويصغر معايا، فهاجي عند الحتة دي وهبدأ ان انا ايه اعمل كده، وبعدين هاجي دوس الت عشان اعمل كوبي، وعايز عند حتة تانية ايه اخليه لأ يبقى. طبعا حاجة حصل حاجة دلوقتي، احنا هنعرف هي حصلت ليه برضو في خلال دقايق. طيب غيرته اهو، خليته يبقى مثلا هنا، وعايزه يكبر شوية هعمله دوس شيفت، ويجي على الكورة على المربع ادوس مثلا 1.4، عايزاه يكبر في كل الاتجاهات، عشان كده دوس شيفت. لما دوس شيفت هيكبر في اتجاه واحد بس،
وممكن اقول له ايه، طب هيلف كده شوية مثلا، مثلا او هخليه لا بيبص لايه، يجي هنا وبرضه بيبص الفتحة بتبص لبره، ممكن برضه اعمل كده واحاول اخلي الشكل نفسه ايه، مش مثلا يعني عندي كذا شكل، وبعدين ايه هيكبر قوي في حتة، وبعدين ايه هيرجع تاني ايه للبروفايل الصغير ده، هقوم جايبة كده شوية بس برضه فرونت، اتأكد ان هو ايه تقريبا هنا كلهم عليه، ومن توب ان هو طبعا حصل روتيشن شوية معايا، وده برضو اتأكد ان هو جاي على الريل عشان ايه نبقى شوية متخيلين الشكل هيبقى عامل ازاي. هدوس شيفت على المربع وايه مثلا 0 point او نكبره كمان 2، كبر قوي وبعدين هيصغر تاني. ماشي كده انا هعمل سويب 1 برضو، انا لسه شغال سويب 1، هختار الريل بتاعي، اختار shapes. اه انا غلطت غلطة، انا دوست ايه انتر، مش المفروض ادوس انتر، دوس سبيس بار عشان اختار الامر تاني، هدوس على الريل بعدين ايه، هو خلاص هو متوقع ريل واحد بس، فمش محتاجة ان انا اعمل اي حاجة. لما ظهر بقى عندي الدول ده زي جايد بيقول لي اللي هو فاهم انه انا بدأت من النقطة دي وبعدين هنا بقيت هنا وهنا بقيت هنا، انا متخيلة ان هو يعني تقريبا هما مظبوطين فعلا، هو لقط الروتيشن صح فتمام، فممكن ندوس ايه انتر وندوس اوكي، فظهر لنا شكل مثلا حاجة عاملة كده، ممكن يعني ممكن حد يبقى عنده واجهة في مبنى او حاجة يبقى شكل ده interesting بالنسبة له. هو ما قفلوش، مش عارفة فيه الاوبشن ان انا ابقى اختار لاخر حاجة ولا لأ. اوكي بعدين اخترت دول، لا مش عايزة بوينت. طيب فهو غالبا لو انا يعني انا نختار ونختار وبعدين نختار تاني انتر، فلو انا هو هنا ده بالنسبة له دي النهاية، لو انا عايزة اخلي في واحدة تانية هنا كمان، مش عارفة ينفع ازود واحدة ولا لأ، ارجعها مكانها اختيارات ده اوتوماتيك. طيب هو لما انا مختارة اكتر من سكشن فهو بينتهي بيبدأ من واحد وبينتهي عند واحد، مش بيرجع تاني للاولاني اللي انا ايه مختاره، فممكن اعمل واحد تاني هنا قريب منه بحيث انها تقفل بشكل ما يعني. دي اول تول سويب 1. لو انا عايزه اعمل سويب 2، الفرق الوحيد ان سويب 2 بتقبل ان الريل ده يبقوا 2، يعني مثلا ايه يعني لو انا عندي، وممكن الريل يبقوا 2 ريلز والشكل واحد وهو يمشي عليهم مفيش اي مشكلة. وجيت عملت مثلا شكل هنا هنا في الرايت فيو، كده مثلا طبعا انا اي شكل رسمية بقدر اتحكم في الكنترول بوينتس بتاعته، مجرد ان انا ايه بختارها كده بقدر اتحكم في مكانهم واقدر احركهم براحتي، فده الشكل بتاعي. فهعمل سويب 2، هيقول لي اختاري الريل الاولاني، بعد كده اختاري الريل التاني، بعد كده اختاري الشيب او الشيبس، ومختاره ده انتر، ولو عملت ريبيلد طبعا بيخليه سموث اكتر بس ايه يعني احنا مش عايزين ده قوي، وادوس اوكي مش عايزه اعمل ريبيلد انا. فبكده هو بدأ ان هو يعمل ادجستمنت للايه للسكشن بتاعي على التو ريلز دول يظبطه. ده كده بالنسبه للسويب.
تاني تول اللي انا اقدر استخدمها عشان من الكيرف اطلع سيرفيسز هي اكسترود. اكسترود بقى ليها قصة ظريفة جدا. لو انا جيت رسمت بولي لاين كده، ده اهو قاعة العرض او whatever اللي انا بعمله، وعملت فيلت كورنرز اوكي، واخترت 15 ماشي، فعمل ياهو الفيلت. وعايز اعمل بقى ايه؟ عايز اعمله وول، اعمل اوفست واختار كاب فلات اوكي، والديستنس 30 مثلا. فايه، فانا كده عملت الايه، عملت الحيطة بتاعتي وهي مغلقة كل حاجة. اجي بقى من هنا انا تمام، اقوم مختارة ده، ممكن ادوس اكسترود عادي جدا اوكي، ممكن اعمل امر اكسترود، اكسترود كيرف، واطلعهم مثلا ايه 4 مترز اوكي، ده ما فيش اي مشكلة. لكن طبعا انا رسم رسمة كبيرة جدا عشان كده باين ال 4 مترز حاجة قليلة. لكن الفكرة في ايه، ان في اوبشنز تانية ممكن اعمل بيها اكسترود. اه ممكن ان انا، فاكرين الجامبول ان احنا نعرف نعمل منها سكيلينج وروتيشن وكمان نحرك في كورة هنا واضحة، يعني لو خدتوا بالكم انا ايه بعمل سكيل من المربع، وبعمل روتيشن من النص الدوائر دول او نص سفير، وبعمل موف من من السهم الارو. لو دوست بقى على الدايرة نفس الحكاية، ليفت كليك ودوست فور، هتعملي ايه؟ هتعملي اكسترود في الاتجاه بتاع الزد. يعني انا عشان كده عملتها في الاتجاه بتاع الزد، خلوا بالكم انا عملتها في اتجاه الازرق. لو في اي اتجاه تاني يظهر لك هيبقى غالبا يعملها في الاتجاه الايه الموازي ليه، بس هو مش ظاهر دلوقتي غير ايه، غير بس اب. طيب وممكن كمان لو انا مش عايزه تبقى بريسايز، فلو دوست على الكوره وعملت كده برضو تعملي ايه، تعمل اكسترود، بس مش هتبقى برقم، هيبقى زي ما انا عاوز. دي اول حاجه. تاني حاجه انه الاكسترود ممكن يبقى انا عندي شكل مثلا، عندي different sections، حاجة عاملة كده وحاجة تانية مش عارفة عاملة ايه، عاملة كده. وانا ايه بختار اي دايرة من دول، ببدأ ان انا اغيرها شوية وجيلي section تاني. عملته كده مثلا، وعايز ما بينهم دول اعمل زي سيرفس. فهنا هختار ايه، هنا الاكسترود هو بيعمل لي في اتجاه واحد بس نفس الكيرف لفوق او للجنب او اي حاجة تانية. لكن لو انا عندي بقى سكشنز كده وعايز ما بينهم اعمل سيرفس، فبختار حاجة اسمها لوفت، بدوس اكتب لوفت، هو بيقول لي select curves to loft، اقوم عاملة انتر بدوس تمام. بيجي لي بقى اوبشنز، لوفت اوبشنز معظم الوقت تستخدم نورمال، بس مفيش مشكلة انك تجرب، ممكن ان انت تشوف حاجة تانية تبقى مناسبة اكتر او بتقرب اكتر للشكل بتاعك. طبعا عشان اعمل سيرفس ما بين الكيرفز دي عملية مش سهلة. فانا عندي نورمال وعندي لوس، ده شوية ايه يعني عشان يخلي السيرفس سموث اكتر، فممكن يغير شوية في الاوتلاين، يعني خدتوا لكم هو وسع شوية. في عندي تايت، ده بياخد كيرفيتشر اكتر لجوه او لبره بقى حسب ما انا موسعه او مضيقه. في عندي ستريت سكشنز وما بيعملش اي حاجه، هو كانه جيت هنا وقطعت هنا وبدات هنا لوفت تاني من اول وجديد. وفي يونيفورم مش بنستخدمه يعني في حاجه، فاحنا معظم الوقت ممكن نورمال، ممكن تبقى حاسس ان هو لا انت عايز الشكل يبقى سموث اكتر في صدم لوس عادي يعني. في ريبيلد كاوبشن مثلا، يعني ريبيلد يعني بتخلي لك شويه الحاجه ايه ايفن سموثر، يعني تعالوا نجرب لو احنا كترنا عن ده هيبدأ يظهر لك ايه اوبشنز اكتر. ايه اللي حصل طيب لما عملت ريبيلد؟ ان انا فاكرين البوينتس، الكنترول بوينتس اللي انا كنت بتحكم فيها، يعني تعالوا كده نشوف. لما انا هنا عملت لوفت وافقت خلاص من غير ريبيلد اوكي، ده كده من غير ريبيلد، بعدين عملت لوفت تاني اوكي، بس قلت على ريبيلد تمام ماشي. في عندي للسيرفس زي الكيرف بالظبط كنترول بوينتس، بحيث ان انا بعد ما بعمله اقدر اتحكم في برضو الكنترول بوينتس دي. عشان افعلها بعمل حاجة اسمها كنترول بوينتس اون، او بوينتس اون، بعمل بوينتس اون. لما بعمل بوينتس اون
بيظهر لي الايه النقط دي اقدر فيها اتحكم تاني بعد ما عملت اللوفت في شكل السيرفس بتاعي او في اي سيرفس، اي سيرفس انت عامله بوينتس اون ايه تخليك تقدر. طبعا هنا عشان احنا عملنا ريبيلد فالبوينتس اكتر، بصوا هنا البوينتس قد ايه كام واحد، هنا البوينتس اكتر بكتير. يستحسن عشان احافظ على الشكل بتاعي ان هو يبقى سموث ويعني ما فيهوش اي كلكعه ان انا اقلل، يعني احنا التقليل بيبقى افضل، بس حسب بقى انت بتحاول تعمل سكالبتشنج يعني تحاول تنحت ايه او كده، ده يعني بيفرق معاك في اختيارك انت عايز تعمل ريبيلد او عايز تعمله من سكشنز قليله ولا لا. بس كل ما السكشنز ما بتقل كل ما بيبقى الشكل يعني انا قادر اتحكم فيه بطريقه احسن. طيب في بقى برضو اوبشن لطيف جدا جدا في موضوع اللوفت ده، مثلا انا عملت ايه كيرف واخدت الكيرف ده وقلت ايه غيرته شوية اهو كده وايه عملته شوية كده وقلت هعمل ما بينهم لوفت. اوكي فتمام لوفت ونورمال وكل حاجة. سوري انا مش عايزة اعمل ريبيلد، انا عايزة لوفت عادي. اوكي وعمل لي السيرفس وكله تمام ماشي، دي فكرة كويسة جدا. بس احيانا بنبقى احنا حاسين انه يعني ده مش احسن حاجة، او ممكن نبقى احنا عايزين نعمل فيه تقسيمات مثلا في الكيرف ده اكتر او كده، وبيبقى مثلا انا عارف النهاية والبداية بس مش عارف في النص هيبقى فيه ايه. في بقى تول حلوة قوي اسمها توين كيرف. توين كيرفز بتعمل ايه؟ بتقولك اختار البداية اختار النهاية واختار عايز عدد قد ايه. يعني انا لو هنا مختاره 1 مثلا فهي بتجيب لي الافريج كيرف ما بينهم لو احنا عملنا لوفت، لو عملنا سيرفس ما بينهم. لو اخترت 10 ايه بتقوم جايباهم لي ودوس انتر. فممكن كمان ان انت يعني بتوين دي تعمل كذا حاجة، تعمل ايه تعمل تقسيمات لو عندك في الواجهة، تعمل لو عايز تطلع السلابز بتاعتك. يعني والله انا الشكل بتاعي مثلا عامل كده بس انا عندي في النص هنا في دور كمان فعايز اجيب الكيرف ده، طب ما انا من الاول ممكن ايه ابقى عامل توين وجايبهم. حتى لو عملنا لوفت كمان هنلاقي ان اللوفت بتاعها الطف بكتير. يعني اللوفت ايه لو دوسنا بوينت اون ممكن يبقى عندي اوبشنز اغير اكتر بعكس ايه بعكس العادية. فدي برضو تول ظريفة جدا بنستخدمها مع اللوفت، او بنستخدمها يعني عايزين نطلع سلابز عايزين نطلع مثلا موليونز في الواجهة، فتوين كيرفز لطيفة جدا معانا. في برضو تول برضو شبه قوي اكيد شفتوها في 3 دي ماكس لو كنت خدت كورس او حاجة اسمها ريفولف. ريفولف بتبقى ان انا عندي شكل وعايز ألفه يعني حوالين ايه حوالين برضو ريل او كروس سكشن او حاجة. يعني انا لو انا دلوقتي عامل مثلا شكل عامل كده اوكي شكل عامل ايه كده مثلا فبدوس ريفولف فبيقول لي ايه الكيرف اللي انت عايز تعمل له ريفولف سيلكت ده وبعدين قال لي بريس انتر وبعدين ايه الستارت بتاعت الاكسس. فانا مثلا عايزه من هنا والله لهنا اوكي فاقوم ايه وبعدين هو بيديني اوبشن بقى اللي هو هل انت عايز تعمل ريفولف يعني للاخر ولا عايز تعمل ريفولف نصها بس ولا عايز تعمل ايه. فبراحتك انت بقى ايه مثلا انا كده بس عايزه اكملها للاخر مش عايزه انا حر. بس هي تول لطيفه جدا برضو حسب الشيب بتاعي. طبعا لو خدتوا بالكم ان التولز دي كلها انا ممكن اعمل بيها حاجات كتير، يعني مش شرط ان انا اعمل بيها يعني ان اي شكل انا شايفاه هو ليه طريقه واحده بس. طريقه الايفولف انا ممكن اعمل نفس الحاجه دي ان انا لو رسمت الكروس سكشنز دول انا بايدي وعملت بينهم لوفت هيطلع لي برضو. فمش شرط انه ان الشكل اللي انا شايفاه اطلعه بطريقه واحده بس، ممكن كذا طريقه تطلع لي ايه نفس الشكل بتاعي. في حاجه كمان
مهمة في حتة الإكسترود، إنه لو أنا جيت وعملت سيرفس، يعني قلت مثلا إن أنا هعمل حاجة كده 2D خالص، وهعمل ما بين دول لوفت، ماشي. انا ممكن كمان معلش اكسترود بس الكيرف، ممكن اعمل اكسترود لسيرفيس كمان، بمعنى ان انا ادوس هنا اهو 2، عملت اكسترود لسيرفيس. دي طبعا مفيده قوي لو انا عندي اوتلاين برضو لسايت، وعايز مثلا الحته دي اطلعها مثلا شويه، وافرق مثلا ما بين الشارع وما بين الرصيف او كده. فلوفت هنا برضو ايه، سوري، اكسترود هنا للسيرفيس مفيده جدا بالنسبه لي. فاكسترود انا ممكن اعمل اكسترود لكيرف بالشكل ده زي ما شفنا، وممكن اعمل اكسترود لسيرفيس كامل. طيب، فاحنا كده اخدنا سويب واكسترود ولوفت وريفولف وتوين كيرفز. ففي بقى طرق تانية برضو ان احنا نقدر نعمل بيها سيرفيسز. الطرق دي ايه؟ وهي دي اكتر طرق اللي بتميز راينو شوية. Let's say ان انا عندي مثلا عندي حاجة كده وفيها ايه فتحة في النص. انا رسمت 2 curves، و 2 curves دول المفروض ان هما 2D على نفس البلين، مفيش اي ايه، مفيش اي حاجة طالعة، مفيش اي حاجة نازلة، وعايز الجزء اللي ما بينهم دول يبقى surface. اعمل ايه؟ اعمل select الاتنين وادوس على planar surface. planar surface من اسمها كده، planar surface يعني اي شكل هترسمه طول ما هو كل النقط بتاعته في نفس البلين، planar surface هتعمله لك بدون اي صعوبة. تعالوا كده نجيب نفس الكيرف اهو، ونرفع دي شوية كده، نعمل planar surface. هيقول لي ايه curves must be ايه closed and planar، يبقى لازم الكيرف يبقى مقفول وبلينر. فلو عملت برضو كيرف مفتوح وقلت له اقفله لي بالبلينر سيرفيس مش هيرضى. فدي كده اول طريقه، لو انا عندي سيرفيس كيرف مقفول وعايز احول الاوتلاين ده يخبى الاوتلاين لسيرفيس، فبعمل بلينر ايه سيرفيس. طيب في طرق تانية؟ في طرق تانية. زي ايه؟ زي ممكن نلاقيهم كلهم في surface tools اهم، او في standard لو بصينا على التاب بتاعت surface. في اول حاجة surface from 3 or 4 corners، دي برضو لطيفة لو انا بعمل حاجة ايه straight خالص يعني. وفي دي كده surface from planar curves. بعد كده هنلاقي حاجة اسمها surface from network of curves، بعد كده loft احنا قلناها، بعد كده عندنا surface from edges و patch. طيب احنا شفنا البلينر، وشفنا 3 او 4 corner points، وشفنا اللوفت. تعالوا نشوف ايه الedge surface او ايه surface from edges. طب انا بقى لاني مش شرط ان انا هرسم حاجة كلها بلينر، ممكن يبقى حاجة مش بلينر. فلسه ان انت جيت عملت ايه، عملت كده حاجة عاملة كده، وحاجة تانية عاملة كده، وحاجة تالتة عاملة كده، وهما مش كلهم بلينر ولا حاجة، في حاجات جاية كده. يعني نفسي دي تبقى ودي كده ايه طالعة كده. يعني عندي 4 أو 3 edges وعايز في النص ما بينهم يتعملي surface، اوكي، واعمل join ليهم. فبقى عندي ايه الكيرف ده اللي هو مش بلينر خلاص انيمور، احنا مش شغالين بلينر. فاخش على surface from edge surface، واختار دول او عايزهم في 2 or 3 or 4 or open، ماشي. edge surface اختار الاربعة بتوعي، هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي ما بينهم السيرفس زي ما انا معاوز. فطبعا دي very powerful tool. طيب
في عندي اوبشن تاني. كان في حاجة اسمها نتورك. ايه النتورك دي؟ انا لما اخترت from edges فانا عملت سيرفس من الحاجات اللي على الاطراف الادج دي. هو الراينو يعني اتصرف وحسب الديفولت بتاعه عمل لي الايه ان هو السيرفس بتاعه نازل كده. طب ما انا ممكن اكون عايزاه طالع كده، طب ازاي اتحكم في حاجه زي كده؟ نتورك سيرفس هي بقى اللي بتساعدني في الموضوع ده. ازاي؟ اول حاجه ان انا هرسم ال edges مثلا بتاعتي. خلينا نعمل واحد كلوزد في الاول. ده مثلا ايه ال outline بتاع ال surface بتاعي، وانا عايزة والله ال outline ده عايزاه يبقى عامل كده 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 كده. تمام. طيب خلينا عايزة اعمل كده، ماشي. وعايزة التاني اللي من الناحية التانية بقى هيبقى ايه؟ انا عايزة امشي معاه برضو، فهيبقى عامل كده مثلا. فعملت زي نتورك كده، بقوم عاملة نتورك سيرفس. يقول لي اختاري كل الكيرفز، دوسي انتر. الفيرست دايركشن اهو، وبعدين السكند دايركشن، خلينا نعمل ده كده. تأكد انها عادي. Network surface curves in network اهو. اهو ده ال direction الاولاني، enter. وده ال direction التاني، وبعدين enter. unable to use this curve network. ثانية flame show دي. اوكي انتر. اوكي هو هنا يعني انا مش عارفة ايه السبب قوي اللي كان خليه مش راضي، بس هو الفكرة كلها بمنتهى البساطة ان انا بعمل زي a network of curves. يعني انا بقول ال network مثلا عندها two directions، فانا اللي في ال direction ده هما واحد اتنين تلاتة، وبعدين ال curves اللي في ال direction التاني هما واحد curve ده، بعدين ايه في كيرف في النص هنا تلاتة. ف it's a network of curves. ده بيساعدني في ايه؟ ان انا ابقى متحكمة تماما انا عايزة الكيرف بتاعي وهو ماشي من هنا لهنا هيبقى بالظبط الكيرفتشر بتاعته فوق تحت الاتجاه بتاعها عامل ازاي بالظبط. فتعالوا نراجع تاني كده. ده edge surface. اوكي كده ده لما عملت بلينر. واخر واحدة هي باتش. باتش دي
لما يعني كل حاجة ما تبقاش نافعة. يعني لو أنا مثلا عندي دي اللي هي بتمشي أي حاجة تقريبا يعني، بس هي يعني هي مش أكيوريت خالص. يعني مثلا لو عندي حاجة ايه عاملة كده وعايز بس أقفلها ومش عارف، فاستخدم باتش. اوكي، فهي مش بتديني الاوتلاين بالظبط بتاعه، بس لو انا عايز اعمل زي الشكل ده كده عندي كونتور في الارض او اي حاجه، فباتش هي التول اللي ايه يعني باتش، اتس باتشنج يعني بتقفل اي حاجه، بتظبطي اي حاجه. وكل دول نفس الحكايه بتاعت بوينتس اون. طبعا باتش يعني عشان واحنا بنختار النقط اللي في اليو والفي، فزادت جدا، فشفتوا رقم هنا كبير قوي، هل ممكن اقلله؟ اه ينفع اقلله وانا بعمل باتش من الاول. هو مختار اليو سبان والفي سبان. النوع الرقم اللي انا بختاره هنا ده معناه الارقام اللي هي ايه، اللي هي المفروض دول 1 2 3 عد 30 في 30، فانا هقللها خالص، اخليها مثلا 5 في 5. اوكي وادوس اوكي. فايه طبعا طلعت لي مش احسن حاجة عشان انا قللت الرقم ده قوي، بس يعني برضو ممكن انا في الاخر ايه، وهو عاملها كده ليه يعني، ده سبب بقى ليه علاقة بالراينو. ممكن في الاخر انا ابدأ اهديهم شوية، مفيش مشكلة، هدي الشكل ده شوية مفيش مشكلة. فدي كده، او ان انا بعمل ايه بلين عادي جدا من 3 او 4 بوينتس. في برضو اوبشن تاني للبلينز من 2 بوينتس، وفي اوبشن تالت للبلينز من 3 بوينتس. كل دي طرق بقدر اعمل بيها surfaces من curves، او ان انا already عندي curve اعمل له extrude. سواء في اي اتجاه انا عاوزاه بقى، ممكن تلاقي نفسك عارف تعمل extrude كده برضه، مش يعني اكيد محدش يعمل extrude كده، بس يعني maybe حد عايز لسبب ما. يعني كل دي طرق للايه manipulation. في حاجة كمان مهمة عايزة اقولها، انه طب انا لو انا عندي شكل مثلا زي ده كده وعايز احرك الادج ده، بس الادج ده عايز اجيبه كده شوية، ازاي اعمل سيلكت لأي حاجة في الادجز دي؟ بدوس شيفت واجي عليه، المفروض ان هو يعمل سيلكت، مش راضي، ماشي شيفت هنا مش راضي برضو. طيب لو انا عملت مثلا حاجة سوليد كده، انا مش عارفه دي في السيرفس مش راضي، المفروض بيرضى عادي. لو انا مثلا عايز سيلكت الادج ده في البوكس بدوس شيفت، اوكي لسبب ما ماشي ما علينا.